كيف أصبح الملك محمد السادس الناجي الوحيد في شمال إفريقيا؟ بات الملك محمد السادس الناجي الوحيد في شمال إفريقيا حتى الآن من الحراك الثوري الذي أسقط رؤوس الأنظمة وبدأ منذ 10 سنوات، وطال جيران المغرب تباعا ابتداء من تونس وانتهاء بموجة جديدة مست هذه المرة شقيقة المغرب اللدودة دولة الجزائر، حتى جعلت رئيسها عبد العزيز بوتفليقة يتخلى عن السلطة. يحاول التقرير التالي التعرف إلى أسباب نجاح الملك محمد السادس في رحلته للنجاة ببلاده من أي أسباب أو هزات سياسية قد تؤثر في بقائه بالسلطة، وحفاظه على البقاء بعيدا عن شعارات المتظاهرين بوصفه مطلبا من ضمن مطالبهم أوقات خروج بعض التظاهرات قبل شهور. الشعب يريد والملك معه. في أعقاب انطلاق ثورات الربيع العربي وتحديدا من تونس التي تتقاطع حدودها الجغرافية مع المغرب، همست أصوات من قطاعات واسعة من الشعب المغربي مؤيدة لتظاهرات التوانسة تجاه حكم بن علي، قبل أن ترتفع تلك الأصوات بعدما شاهدوا ملايين المصريين يطالبون بعزل مبارك في ميدان التحرير بمصر، ليتم تداول مقطع فيديو قصير بين الأوساط الشبابية المغربية يدعون فيه إلى التظاهر يوم 20 فيفري للمطالبة بالإصلاح. عقب تنحي مبارك عن الحكم بعد هروب بن علي، انتقلت حمى الثورة بشكل مضطرد للمغرب، لتقرر 20 هيئة حقوقية مغربية يوم 17 من فبراير الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية، وفي اليوم نفسه 17 فيفري عقد شباب حركة 20 فيفري مؤتمرا صحفيا في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أعلنوا فيه صراحة مطالبهم التي حددوها في أمور عدة تتمثل في إقامة نظام ملكي بريطاني برلماني عفوا، ووضع دستور ديمقراطي جديد، وحل البرلمان وإقالة الحكومة. وعلى خلاف أقرانه من الرؤساء في دول الربيع العربي وقتها، انتقل الملك محمد السادس من موقع الحاكم الذي تندلع ضده الاحتجاجات إلى المؤيد للمطالب، متنازلا عن بعض صلاحياته يوم 9 مارس 2011، ومقررا توسيع هامش الحقوق والحريات في الدستور الجديد الذي تبعه إجراء انتخابات تشريعية سريعة فاز بالأكثرية فيها حزب العدالة والتنمية ذو التوجه الإسلامي، وقام بقيادة الحكومة الجديدة، وهو ما دفع رئيس تلك الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران إلى أن يقول آنذاك: المغرب شهد ما يسمى بالربيع العربي على طريقته الخاصة من خلال ثورة حقيقية أطلقها الملك محمد السادس وسار على نهجها الشعب المغربي. وقد عزز من تجاوب الملك تجاه مطالب الشعب الصورة الرمزية المماثلة في أذهان آلاف المغاربة، فهو لم يمضي على نهج والده في ترسيخ صورة الحاكم غير المتفاعل مع شعبه، ليظهر دوما في صور عديدة برفقة مواطنين مغاربة سواء داخل البلاد أو عند حلوله في دول أخرى ضمن زيارات خاصة أو رسمية، حتى أنه نال برأي البعض بفضل ذلك إلى جانب قربه من الطبقات الفقيرة والمهمشين لقب ملك الفقراء. ساعده أيضا على ذلك صورته التي رسخها عبر قرارات وخطب بدأ فيها وكأن الديوان الملكي كيان منفصل عن سياسات مسؤوليه، بعدما ظهر في موقع المعاتب لهم والغاضب منهم ليظهر في صورة غير المسؤول عن أخطائهم بل والمعارض لها في صف الغاضبين من الشعب. ظهر ذلك في الخطاب الرسمي له في 30 من جويلية قبل الماضي بمناسبة ذكرى توليه سدة الحكم، حين ذكر أن هناك دولتين داخل المغرب، الأولى يرأسها الملك محمد السادس والثانية لا ندري من أين تأتي قراراتها وتعييناتها، وذكر أن البعض يقوم بممارسات تتنافى مع مبادئ العمل السياسي وأخلاقياته، ويطلق تصريحات ومفاهيم تسيء لسمعة الوطن وتمس حرمة المؤسسات ومصداقيتها. لا نتدخل في شؤون الآخرين. اتبعت المغرب سياسة الحياد دوما تجاه الثورات العربية في العقد الحالي، ملتزمة دوما بسياسة الصمت تجاه أي انتفاضة رافعة في الوقت نفسه شعارها الأثير في هذه المواقف، وهو عدم التدخل في شؤون البلدان التي أطاحت الانتفاضات حكامها الذين كان بعضهم على صلة وثيقة مع الملك.
يبدو الحرص المفرط في تطبيق هذه السياسة من واقع التزام كافة المسؤولين على اختلاف درجاتهم الوظيفية بتنفيذها، فالأمر لم يكن قاصرا على المغرب ومستشاريه، بل شمل كافة موظفي الدولة على اختلاف مهامهم وطبيعة أدوارهم. بدا موقف المغرب إيجابيا ومختلفا اختلافا كبيرا، وانعكس ذلك على صورة محمد السادس في وسائل الإعلام العربية، فهو لم يبدي مناهضا لتحركات الشعوب العربية وانتفاضاتها، كي يحسب على كاره الربيع العربي حال حكام دول مثل الإمارات والسعودية، ويثير بذلك استياء قطاعات واسعة من شعبه، فضلا عن كونه في الوقت نفسه ليس داعما أو مؤيدا لها، فقد جعل من سياسات بلاده محط أنظار الجميع. كان آخر هذه المواقف مع الجار الجزائري الذي لا تنتهي التجاذبات بينهما في ضوء قضية الصحراء الغربية، والتي وصلت إلى حد القطيعة الدبلوماسية وغلق الحدود، فقد أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة موقف بلاده بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر على خلفية التظاهرات التي يشهدها هذا البلد آنذاك منذ 22 فبراير الماضي، موضحا في تصريحات رسمية أن المملكة المغربية قررت اتخاذ موقف بعدم التدخل في التطورات الأخيرة بالجزائر وعدم إصدار أي تعليق حول الموضوع، حيث قال: ليس للمغرب أن يتدخل في التطورات الداخلية التي تعرفها الجزائر ولا أن يعلق عليها بأي شكل من الأشكال. السياسة الخارجية القائمة على تجنب المخاطر التي اتبعتها السلطات المغربية بشكل رسمي امتدت كذلك إلى وسائل الإعلام المقربة منها لتنعكس في تغطيتها للاحتجاجات في الجزائر، وتتحايل على تغطية الاحتجاجات بتأكيد أهمية أن تفضي التطورات في الجزائر إلى تحسين علاقات البلدين وحل مشكلة الصحراء. يتصل كذلك بهذه السياسة محاولة التوطيد المستمر للعلاقة مع دول قطر وتطور العلاقات المغربية القطرية في السنوات الأخيرة، التي انعكست في حضور كبير ولافت للاستثمارات القطرية، وهو ما شكل سببا رئيسيا في حظر قناة الجزيرة الفضائية، إحدى أكثر المحطات التلفزيونية تأثيرا في الشارع العربي، من تناول الشأن المغربي على نحو يؤرق العلاقات بين البلدين وفقا للخبراء. وقد لعبت قناة الجزيرة بوصفها الأكثر انتشارا في العالم العربي دورا محفزا في ثورات الربيع العربي، عبر التغطية المستمرة والتناول الإعلامي الداعم لهذه الانتفاضات في بلدان مثل مصر وتونس وليبيا وسوريا. ويعزز من ذلك ظهور أرفع مسؤولي المغرب على شاشة القناة لشرح سياسة بلادهم الداخلية والخارجية. وقد كان آخر هذه اللقاءات التلفزيونية مقابلة خاصة مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بداية العام الجاري، للحديث عن قضايا الأزمة الخليجية والحرب على اليمن، إضافة إلى مستجدات الموقف المغربي من قضية الصحراء الغربية والمفاوضات الجارية بشأنها. وربما يعكس هذا التحول في السماح لأرفع مسؤوليها بالظهور على قناة الجزيرة الفضائية بعدما كانت القناة محظورة في المغرب بقرار ملكي، بعد إغلاق مكتبها سنة 2010 وإلغاء اعتماد 7 من الصحفيين العاملين بها، تحولا مرتبطا ارتباطا كبيرا بالتغطية الإعلامية الهادئة للأوضاع في المغرب التي انتهجتها الجزيرة. لا أحد آمن في منصبه بالمغرب. على مدار ال5 أعوام الماضية تحولت عملية الإحلال والتجديد في مناصب الوزراء المغاربة إلى أمر اعتيادي، ليصير بقاء وزير في منصبه أكثر من 3 أعوام أمرا نادرا، بعدما عمد الملك محمد السادس إلى سياسة قائمة على التغيير المستمر في الوزراء استباقا لأي غضب محتمل قد يقوض شرعيته. وقد شكلت هذه الاستراتيجية القائمة على التغيير المستمر للمسؤولين في القصر الملكي في الأعوام الأخيرة إحدى وسائل النجاة بالمغرب من تفاقم الغضب عند قطاعات واسعة من الشعب، إذ سرعان ما أضفى دخول شخوص جديدة دوما في القصر الملكي بعض الحيوية، وساهم في امتصاص الكثير من الغضب الشعبي. وبنظرة شاملة على أعوام ما بعد الربيع العربي، نجد أن الملك محمد السادس شكل حكومة جديدة بعد انتخابات عام 2011، قبل أن يطرأ عليها تغيير سنة 2013 بتعيين نحو 19 وزيرا، بعد توصل رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة. وفي جانفي من العام الماضي
أتم محمد السادس تعديلا وزاريا مشتملا تعيين 5 وزراء جدد خلفا لآخرين أقيلوا بسبب تأخر مشروع تنمية في منطقة الحسيمة شمالي المغرب، لتعود أخبار التعديلات الوزارية من جديد. وقد اكتسبت هذه التغييرات مصداقية لدى قطاع من الشارع المغربي، كونها اعتمدت على انطباعات قطاعات متباينة من الرأي العام فيما يتعلق بأداء الوزراء، وكذلك تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وهي المؤسسة التي تعد أعلى هيئة رقابية على مال القطاعات العمومية المختلفة وتحظى بثقة الشارع المغربي. ولكن رغم كل ما يبدو عليه المغرب من استقرار مقارنة بجيرانه، لا تزال هناك سلسلة أزمات تؤرق النظام، أبرزها مخاطر استمرار الاضطرابات من جانب بعض الفئات المهمة كالمدرسين المتعاقدين بنظام العقود المؤقتة، وارتفاع نسب البطالة، وغياب خطط التنمية في بعض المناطق التي تقع غالبا في قرى ريفية، وهو ما كان دافعا لنشوء حركة احتجاجات واسعة في إقليم الحسيمة عرفت باسم حراك الريف.